حكايات كتير جوه كل بيت. حكايتي هي العيلة وحقها في معرفة كل شيء عن صحتها وسلامتها وسلامة ولادها. وأنا حكايتي مع كل المشاكل اللي بتقابلنا، وبالذات حكايته هو مع هي. وحكايتي أنا جوه الكتب وسطورها وموضوعاتها اللي بترسم صورة أوضح لحياتنا. يحكى أن ميما سبيرو أصل كل الحكايات. يحكى أن مع رانيا السيد الأحد 7 مساء على قناة مصر الأولى.